ألذ من قبل تاهت بمن تاهوا. عمان عمان دائما بقلبنا، بقلب كل اللي زاروها، حتى اللي يعني ما سكنوا فيها واللي اجوا على عمان دائما يشعرون بحلاوة طعم هذه المدينة الجميلة. على سيرة حلاوة الطعم، بهاي الفقرة بنستضيف علا إدريس، شيف رائعة وجميلة، ورح تعمل لنا إشي زاكي كثير. أهلا يا علا، كيف حالك؟ حبيبتي صباح الورد. صباح النور. يعني هو لما بنحكي عن تشيز كيك نحكي عن شيء هلا يعني اكثر شيء بنطلب بالحلويات، وبانواعه، يعني تشيز كيك بكل النكهات. شو بدك تعملي لنا اليوم يا علا؟ اليوم رح اعمل تشيز كيك بالاوريو وتشيز كيك باللوتس. لوتس وورد، كله بالبسكوتات الزاكي هدول. yes. طيب يلا هاتي لنشوف، نبلش بالاوريو لو سمحتي. اوكي، اول هدول على فكره كثير موضه النكهات هدول، الاوريو واللوتس كثير هلا دارجين. اول شيء رح احكي لك المكونات ايش هي. يلا. تمام، هي عباره عن 350 غرام تشيز كيك، تشيز هي جبنه التشيز، تكون اصلا خاصه للحلويات، جبنه كريميه بسموها. وبتحطي معها 33 غرام سكر ناعم. يعني بالله بصير نحكي بالفناجين عشان انا بفهمهم مش هذول الغرام. اوكي رح احكي لك. ماشي، بتحطي تقريبا السكر ناعم بتحطي تقريبا معلقتين. تمام، بس قبل ما تحطيهم بتنخليهم عشان اذا في شيء كعبيل مكعبل وهيك. اوكي اوكي، تنخيل الاشياء ضروري. وبتحطي تقريبا 4 معالق لبن. اوكي اوكي، هلا الجبنه واللبن، قصدي سوري، السكر واللبن بنخلطوا مع بعض. اوكي تمام، وبتحطي اخر شيء، بتطري اول شيء الكريمه، الجبنه. الجبنه بتطريها، بعدين بتحطي اللبن والسكر مع فوقيها. أوكي. بتحطيها لحال، بعدين تضربي كريمه نباتيه. هاي اللي هي انت كل هذا اللي بتحكيه هذا موجود في هاي الفئة. موجوده في هاي. اعطيني يا بالله اشوف كيف هذا المزيج. اذا مكون بشكل اساسي من جبنه كريميه، طلعوا احلى. يعني هذا بارد ولا بنحط بالفرن؟ لا بارد. هذا بارد. شوفوا لنا هاي اللي هي الجبنه الكريميه وسكر ناعم منخل ضروري. لبن رايب. اي لبن. لبن. لبن لبن. أوكي. ما هي اللي بتحطي معها اللبن عشان يعطي طعم الحموضه هاي، بتحسيها دائما بالتشيز كيك. مزبوط. طيب هاي اذا الخلطه الاساسيه للاوريو. انت طاحنه معاها كمان بسكوت؟ حاطه معها طاحنه بسكوت اوريو ناعم، وحاطه معلقه صغيره نوتيلا. نوتيلا. اوكي تمام، شوكولاته سائل. فهون حتى بسكوت الاوريو. اوكي، فوقيه مسيحه عليه زبده. اوكي، بحطه هذا كله بنطحن بالمايكرويف يعني، او بتسوي مع بعض. بتطحنيه ناعم هذا. اوكي اوكي، اول شيء بهاي السيليكون بتحطي اول شيء بسكوت الاوريو. تمام، اللي هو هذا المطحون مع الزبده. حلو، بس اهم شيء ما تكتري الزبده لانه احيانا بصير قاسي البسكوت. بدنا لما يدخل بعد الثلاجه بصير كثير قاسي. صح، هيك يكون هش شوي. تفرديها في ايدك لتحس. هاي وصفات بارده. علا تمام، هي لانه تشيز كيك بتدخل على الفرن، هاي شو اسمه ساخن، بتسميها تشيز كيك ساخن. هذا تشيز كيك بارد. اهم شيء انك ترصيها كثير لتحسي لتحسي انه كل الجهات تساوي بالبسكوت. تمام تمام تمام. هلا بنحط الشوكولاته سائله. لا انا حاطه اصلا بالمزيج تبعها، بس بدي امسك شوي واحط فوقيها. تعالي قربي علي علا، تعالي قربي علي. أوكي. خليني اتفرج انا عم كتب. ماشي. طيب بعد ما فردتها بدي احط، احس انه هذا كله افلله. تمام اوكي، بنعبيها بشكل انه يعني كمان انه تحسيها انه لما تيجي تفتحيها بعد ما تحطيها بالفريزر تكون احلاهم. انت عامله زي بايتس تشيز كيك صح ولا؟ هي الحلو بالموضوع. هلا انا بدي اكترها اخليها للاخر. تمام أوكي. حلو، بس انا بتخيل لما يدخلوا على الثلاجه وتطلعيهم زي حبات شوكولاته صغار. يعني انت عامله الجديد بالشيء اللي عم تعمله علا هو انه مش تشيز كيك القالب الكبير. عم تعمل اشياء صغيره لطيفه، افكار كثير والله. التشيز كيك بتقدر تعمل فيها اللي بدك اياه وتلعب فيها كثير. بالضبط. مين علمك على هاي الاشياء؟ انا درستها دراسه بكليه القدس. دبلوم. طيب دارسه وشطوره وعندك افكار، ليش خايفه يعني؟ ليش خايفه؟ مش خايفه بس هيك متوتره. حبيبتي مش مشكله، اول مره علا تطلع على التلفزيون، يعني انا بقدر هذا الموضوع.
هلا بعد لا احنا بعدنا بنخاف. بعديها بتحطيها بالثلاجة تقريبا 3-4 ساعات. أوكي. بعد ما تطلعيها من الثلاجة اما بتزينيها بالبسكوت المطحون ناعم اوريو او بتحطي نوتيلا. بسكويت بالشوكولاتة وشوكولاتة سائلة يعني. اوكي. انه بمعنى انها تكون هيك. تزيين. لما بدك تيجي تزينيها على الوجه. حسب انت بتلعبي بالشكل الفوقاني. الاكل بده كثير طولة بال، صح؟ بدك تكون رايق على الاخر عشان تطلع. انا رايقة الحمد لله. انت رايقة كثير. هيك بيطلع اما بيطلع بهذا الشكل او يا سلام بهذا الشكل. هو هلا لانه مش محطوط بالثلاجه فبتحسوا انه شويه يعني هيك بعده رخو، بس لما هذا ينحط بالثلاجه كله بيمسك بعضه بصير ولا احلى من هيك. بيجي الشكل هاي الجاهزه. شوفوا ما احلاها. انا متخيل الطعم كمان كثير زاكي. تخيل الطعم كثير زاكي. تخيلي. طيب الوصفه الثانيه هاي اذا اول وصفه اللي هي بالبسكويت الشوكولاته. خلينا نشوف الشيء الثاني. الثانيه اللي هي عباره عن هاي خلص احطها تحت. اوكي. هاي بتيجي هي اصلا تيجي بعد ما تخلطيها كلها مع بعض. بحط فوقيها بسكوت اللوتس وزبده اللوتس. اوكي. شو هي مكوناتها هاي؟ نفس المكون الاول بس يعني اللبن رايب وسكر ناعم تشيز وكل هدول الاشياء. طيب بعديها انت بتصيري تحطي يا بدك تحطي بسكوت. انا حطيت معها بسكوت ناعم وحطيت معها زبده اللوتس. هلا هاي فيها زبده اللوتس وفيها بسكوت. اوكي تمام. بس شو بدك تضيفي عليها كمان؟ بس هيك هي اصلا جاهزه، بس انا بدي احطها واحركها بالماكينه. يلا. والله ابداعات زاكي هاي الاشياء، خصوصا بتعرفي الصبايا الصغار عاده انا صرت اشوف هدول بنطلبوا امتى باعياد ميلاد صبايا جمعات الستات كثير بحبوا انهم يتفننوا. انا اهلي دائما بيطلبوها اكيد. خصوصا اخوي عليهم. شطوره. شو الغرض من انه يحرك عشان يجمد اكثر؟ ايه يجمد اكثر. لا هو لانه كاين بالثلاجه فطلعته عشان اطريه شوي عشان نقدر نستخدمه. ايوه. طيب هلا انت طلع القوام تاعها. صار هيك سهل التشكيل. تقدر تشكلي فيها زي ما بدك. مضبوط تماما. وانت جايبه اشكال والوان نجم وورقات. يا عيني يا عيني يا رولا يا علا. هاي بدنا ناخذ كمان نجمه نعمل. هاي احمد عندك احسن. عندي هون. عندي. اوكي. تمام. هلا هذا خلصنا منه. هلا بدنا ناخذ الثاني اللوتس. اوكي. يلا. شوفوا هون بالشوكولاتة زينته بطريقتين، يعني طريقة حطت شوكولاتة وطريقة حطت وين الكاميرا؟ عينا ذهبت الكاميرا. وطريقة حطت لنا عليها البسكوت المطحون. جميل. أنا اشتغلت في مناطق كثيرة يعني. مش مشكلة على حسابك. طيب إذا هنا نفس التطبيق الأول. شوفوا شو لاحظوا حطت بالأول البسكوت أولا وأكيد هذا معاه زبدة كمان علا. معاه زبدة بس لا تكتروا زبدة زي ما قالت لكم علا عشان ما يجمد بالثلاجة. بعدين بنعبي الخليط هذا الزاكي اللي عملته علا ونشوف كيف بدها تزين لنا إياه. هلا هو في اكثر من طريقه كمان للتزيين. بس زبده اللوتس اللي عندي اللي معي هلا هي جامده فما راح يزبط نزين فيها. اوكي. بتحبي على هدول الوصفات انك تحطي فواكه ولا هدول ما بيلبق لهم؟ في تشيز كيك بالفواكه بس هدول لا ما بيلبق. لا هدول لا معتمدين على البسكوت. ايوه. اوكي عادي انت بتقدر تحط اللي بدك اياه بس للفواكه اكثر شيء بتكون هي الكريمه نفسها ساده. عشان الواحد يتفنن بالفواكه والوان الفواكه لاحقا. في كمان تشيز كيك بالفستق الحلبي. اوه هاي عربيه نكهه عربيه اتوقع صح؟ وين نحط البسكوت عليها؟ حسب اذا حابه تكتري انت البسكوت. كثير 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 مطلوب اللوتس هاي الفتره. وين ما تروحي. يعني يا دوب سمعنا عنه من قبل هيك شيء 5 سنين بس او سنتين حتى. ما كان دارج اللوتس ما كان دارج لانه طعمه كثير زاكي. طعمه زاكي. في جنجر كانه في زنجبيل. في قرفه. هذا الشكل طبعا انا بقول لكم هاي الاشكال
بعدها رخوة لأنه ما حطيناها بالثلاجة. بس نحط بالثلاجة هذا كله بتقشريه بتشيل عنه، بتشيل القالب وبتطلع عبارة عن بايت حلوين. برافو برافو برافو، جميل كتير. شو كمان؟ بس وجيبي لنا هدول القوالب نحطهم معاهم كمان أوكي. عشان هيك هدول هلا بزينهم منظر النهائي بزينهم. بس انا زيني لنا اياهم. فيش هذا بالشوكولاته بدنا نحط عليه. ما في فاين هون. اوكي ما راح استخدم المعلقه اوكي، فراح احط فوقهم هيك شوكولاته. وهذا بسكوت كثير زاكي محلاهم. حبيبتي وردات علا برافو عليكي. انا على فكره رخبطت. انت بايش هلا حابه تكملي علا؟ يعني انت درستي موضوع انا اشتغلت بالكراون بلازا عمان، فندق الكراون بلازا، خلصت من عنده ونزلت على محلات الحلويات اللي هي اسمها في محل حلويات اسمه لاريس كيك. ما شاء الله عليكي ما شاء الله. وروان كيك. وعندك مشاريعك الخاصه؟ في. طيب برافو عليكي شطوره. انا هون كان المفروض يكون عندك محلك الخاص ان شاء الله يا رب. اسمع انه في علا للحلويات ان شاء الله. هون رخبطت، كان المفروض هون نحط لوتس وهون اوريو. مش مشكله، على كل حال ليه لا، تغيير يعني تغيير مطلوب. علا برافو عليكي، وانا بهنيكي جد على هاي الموهبه الرائعه. واضح يعني من انه في محلات كثير كبيره مستعينه بخبره علا انها هي قد هذا المجال وخصوصا الحلويات. بدي اشكرك كثير حبيبتي. شكرا انا جزيلا كمان على وجودك معنا حبيبتي، وان شاء الله بنلاقيكي بحلقات قادمه ان شاء الله. شكرا لك.